السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في هذا الفيديو. سأبين لكم كيفية التعامل مع ورقة الامتحان تحتام بشكل جيد، يجنبكم بعض المشاكل التقنية أثناء التصحيح. كما تلاحظون في هذه الورقة، فهي تتكون من جزئين. الجزء الأول متعلق بمعطيات الطلبة، بالمعلومات الخاصة بالطلبة، الاسم والنسب والرقم أبروجي. بالنسبة للجزء الثاني يتعلق بالامتحان. يوم امتحان، أول حاجة نفيريفيو نهار ناخذ هذه الورقة هي هذا الكود. قبل ما نكتبوا اسميتنا وكنيتنا والكود أبروجي، نفيريفيو هذا الكود. هذا الكود في الورقة الأولى والورقة الثانية، هذه هي الورقة الثانية، هي فيها نفس الكود الأول، هاد بليس 994. إلا لاحظتوا راه كاينة في الباج الأولى بليس 994، ماشي بالضروري هاد الرقم 994، يعني تقدر تكون بليس 100، بليس 200، بليس 300، يعني هاد الرقم اللي كاين هنا هو اللي يكون في الباج الثانية، هو اللي يكون هنا سلاش هاد الرقم واحد، يعني الباج واحد، والباج الثانية فيها سلاش جوج، يعني الباج الثانية. بالنسبة لهذا الكود الثالث ما كيهمناش، بلا ما نفيريفيو، هذاك خاص بالسيستم. إلا لاحظتوا الباج الأولى راه فيها سلاش 54 بليس، والباج الثانية فيها سلاش 53 بليس. هذا الكود ما كيهمناش، كيهمنا هذا الكود الأول اللي خاصنا نفيريفيو، هذا اللي كيكون على اليسر بليس 994، كاينة في الباج الأولى والباج الثانية بليس 994. هذه ورقة الامتحان أخرى، إلا لاحظتوا راها نفس الكود بليس 995 بليس 995. نهار الامتحان إلا كانوا عندك هاد الأرقام مبدلين ماشي بحال بحال، يعني عندك مثلا هنا بليس 904 بليس 995 وهنا بليس 994، يعني ما خصكش تبدا الامتحان، خصك تريكلامي بأن كاين مشكل. حيت يقدر هادوك اللي كيوزعوا الأوراق ديال الامتحان يقدر يوقع شي مشكل مع الضغط وداكشي، هنا من الأحسن تفيريفي ورقتك عاد تبدا الامتحان. حيت تقدر يكون عندك مشكل وتبقى خدام في الامتحان حتى تسالي تجي تفيريفي تلقاهم هذيك الساعه ما عندهم ما يديروا لك، يكون فات الوقت. من الاحسن قبل ما تبدا الامتحان ديالك فيريفي هذا الكود. هذا الكود اللي هنا، هذا اللي في الاول خاصو يكون هو هذا في الباج الاولى بحالو في الباج الثانيه. بالنسبه لهذا الامتحان كاين دو باج، امتحانات اخرين يقدروا يكونوا 3 باج 4 باج 5 باج. المهم هذا الكود اللي كاين هنا في الاول على اليسار خاصو يكون في لي باج كاملين، بليس 995 خاصها تكون في لي باج كاملين، وهنا تكون باج هذا غير هاد الثاني سلاش واحد، راه غير زعما باج وحده، هنا سلاش باج الثانيه، وغادا هكاك تيساليو لي باج اللي عندك. وهاد الكود الثالث قلنا بلا ما نفيريفيو. هذا امتحان اخر عنده بليس 994، ها هي كاينه هنا وكاينه هنا، يعني امتحان هو هذاك مزيان، يعني نقدر نبدا. كاين الباج الاولى الباج الثانيه. من بعد ما كنفيريفيو هاد الكود، يعني راه اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا، كندوزو مرحلة إدخال المعلومات الشخصية ديالنا، يعني نو اي بخينو و كود أبروجي. نو اي بخينو خاصو يكون ماجيسكيل بالفرنسي، ماجيسكيل. نيميرو دابوجي هو الكود اللي كاين في بطاقة الطالب، كيكونو فيه 8 الأرقام، خاصو ضروري يدخل هنا في هاد البلاصة. ها هو كود أبروجي كيكون هنا تحت التصويرة في بطاقة الطالب. من بعد ما دخلنا الكود أبروجي هنا والسمية والكنية هنا، ضروري هاد المرحلة ضرورية، إلا ما درناش هاد المرحلة يعني بحال ما دوزناش الامتحان، بحال ما يتصحح لينا ورقتنا، ولكن ما تدخلش النقطة، ما تدخلش في السيستيم أبوجي، لحقاش ما يكونش عندنا أبوجي هنايا. ضروري خاص نيميرو دابوجي يدخل هنا في هاد ليكارو. إلا شفتو هاد ليكارو راه عبارة عن 8 ديال الليلين، الليل الأولى، الليل الثانية، الليل الثالثة، وغدا هكاك حتى الليل 8. نيميرو دابوجي سوا فيه 8 ارقام، يعني كل رقم غيتحط فيه لين هنايا، الرقم الاول في هذا اللين، الرقم الثاني في هذا اللين، الرقم الثالث في هذا اللين، غادا نكملو حتى الرقم 8. الرقم 8 نكتبوه هنايا، اللون والخانه المرافقه له. مثلا هنا عندنا هذا الكود ابوجي، هذا ليكزامبل عطيته من عندي 13 94 85 67. نجيو نبداو بواحد هو الرقم الاول، نبداو من اليسار الى اليمين ونكتبوه هنا في هاد الكاروات. هاد واحد غتكون في الليل الاولى،
هاد الثلاثة تكون في اللين الثانية، هاد التسعودة تكون في اللين الثالثة، وهذا هكا على هاد السبعة اللي تكون في اللين الأخرى اللي هي اللين ثمانية. نشوفوا هاد واحد ونجيو هنا اللين الأولى، نمشيو للخانة اللي حدا الواحد ونلونوها بالأسود ولا الأزرق، يعني ما تستعملوش شي ألوان أخرى في الامتحان من غير الأسود ولا الأزرق باش تلونوا. حاولوا تلونوا هاد الخانة قد ما كانت ملونة بزاف، قد ما مزيان، قد ما كانت باينة ملونة مزيان للسيستيم باش تقرا قد ما مزيان. ما ديروش نقطة ولا، يا إما دير من الأحسن ديرو هكا، لونوها لونوها تبان بحال هكا واضحة من الأول. ثلاثة في اللين الثانية، هاد الثلاثة اللي كاينة هنا نديروها في اللين الثانية، نجي وحدة ثلاثة ونلونو الكارو اللي حداها. تسعود، تسعود هو الرقم الثالث في كودا بوج، إلا مشينا من اليسار لليمين راه هو الرقم الثالث. نمشيو اللين الثالثة، اللين الثالثة ونمشيو وحدة الكارو اللي حدا تسعود ونلونو. أربعة إلا لاحظتو لومبلاسمون ديالو هو الرابع، هو الرابع، ما كاين هذا الواحد هو الواحد، جوج ثلاثة ربعة هو البلاصة الرابعة، يعني شاد لومبلاسمون الرابع. غاتمشي نمشيو للين الرابع، هاد اللين، هاد اللين الرابعة، ونجيو قدام ربعة ونكوشيو، نلونو هاد الكارو اللي حداه بالأسود ولا الأزرق. تمنية نمشيو للين الخامسة، لحقاش هنا تمنية جات هي الخامسة، إلا حسبنا من اليسر لليمين راهي الخامسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، تمنية هي الخامسة. نجيو هاد اللين الخامس ونمشيو حدا تمنية ونلون خمسة تا هي، نمشيو للين السادسة ونلونو خمسة. سبعة ستة، هنا ستة هي اللين هي هو السادس، يعني هي اللين السادسة، نمشيو لهاد اللين السادسة اللي كاينة هنا ونمشيو للكارو اللي حدا ستة ونلونو. سبعة هي الرقم الاخر اللي هو اللي خصنا نحطوه في اللين تمنية، هاد اللين ها هو الاول هنا. وفي الاخر ضروري تزيدي في هاد كودا بوجي، حكي الا خطأتي هنايا، الا خطأت هنا غتلقى بزاف المشاكل، منها النقطة ديالك ما دخلش للسيستيم، اي خصك تجي تريكلامي من بعد وشوف يفيريفيو لك ورقتك، يعني من الاحسن فيريفي نهار الامتحان باش تكون هاني، باش نقطتك تدخل للسيستيم عادي. هنا فيريفي مثالي، فيريفي هنا عندنا 13، هنايا هنا 13 94 85 67، هاهي هنا واحد 13، هنا 94 85 67. بالنسبه للمعلومات الشخصيه هكا كيدخلوا لو نو بخينو ماجيسكيل، الكود ابوجي كيتكتب هنا، وهاد كودا بوجي راه غالبا كيكون فيه 8 ديال الارقام. هنا درنا هاد الكارو فيه 8 ديال الليلين، كل رقم هنا من اليسار لليمين كيشد لين، هاد واحد الليل الاولى، ثلاثة الليل الثانية، تسعود الليل الثالثة، أربعة الليل الرابعة. وهاد ليكزامبل راه هاد الكودا بوجي راه هو اللي داخل هنا، تقدروا تعاودوا تشوفوه وتشوفوا فيه داخل، يعني الليلين الارقام داخل في الليلين، مثلا الرقم الاول داخل في الليل الاولى، الرقم الثاني داخل في الليل الثانية، وغادا هكا حتى كيساليو 8 الارقام. بالنسبه للامتحان، معلومات على الامتحان باش ما نوقعوش اغلاط، الا خطأتي في شي ورقه، الا خطأتي مثلا في هذه الورقه الثانيه، من الاحسن حاول تتفادى الخطا، حكي الا خطأتي ما تاخذش ورقه اخرى، ما تلقاش ورقه هذه ما تلقاهاش، ما تلقاش. وحتى الا خطأتي في شي كاري مثلا كوتشيتي لونتيه وهو خطا، تقدر دير بلونكو، دير ليه بلونكو مثلا، الا خطأتي في هذا دير ليها بلونكو هنا، وكوتشي هذه لونها، لونها بحال كيما درنا في بحال كيما درنا في هنايا، لونها بهذه الطريقه، بهذه الطريقه بحال الكارو يكون ملون مزيان هكا باش يتقرا بالسيستيم دغيا. وهذا السامبول بالنسبه لهاد لي غوماخ راه كيكونوا مكتوبين، حاولوا تقراوهم قبل ما تبداو الامتحان. بالنسبه لهاد السامبول ملي تشوف هاد السامبول حدا شي سؤال، عرف راه هذاك السؤال عنده دو ريبونس، يعني ماشي دو ريبونس، اكثر من ان ريبونس صحيح، يعني تقدر تكون جوج ثلاثة أربعة يقدروا يكونوا لي ريبونس كاملين صحاح، ولا ما كانش يعني هذاك السؤال راه عنده جواب اوبسيون وحده اللي صحيحه، جو اختيار واحد اللي صحيح. بحال هنا هذا السؤال كيسيون اين ما عندهاش هذاك السامبول، يعني هنا راه غتكون شي غير وحده في هذه الربعه ديال لي كارو، غتكون شي غير وحده. هنا لا، هنا يقدر يكون ثلاثه، يقدروا يكونوا كاملين حك فيها السامبول حدا هذاك السامبول اللي مكتوب قدام كيسيون دو. صافي هادشي اللي كاين، والله يسر ليكم والله يعاونكم.